كما أعرب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عن عميق فخره واعتزازه بما تضمنه الخطاب السامي لجلالة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من مضامين وطنية شاملة تعطي دفعة جديدة لمواصلة مسيرة الإنجازات والعطاءات الوطنية وبذل المزيد من الجهود نحو تحقيق تنمية مستدامة شاملة لتحقيق ما تتطلع إليه القيادة الحكيمة ويحقق للمملكة الغالية والريادة والتقدم في شتى المجالات. وأكد معاليه استمرار المجلس في دعم ومساندة كافة الخطط والبرامج التنموية والدفع نحو المزيد من إحراز المنجزات الوطنية التي تحقق الرفاه والعيش الكريم لجميع المواطنين